عارف يا حضرة الضابط يعني ايه تبلغ وسائل الاعلام ان الكارثه اكبر من امكانيات الشرطه؟ لان الكارثه يا فندم كانت يا فندم ايه ده تنيله كانت لازم تقعد عليك ساعه ما ولدتك. انا ارفض يا فندم ان حضرتك تخش في تفاصيل عيلتنا. ورايح كمان تستغيث بالعنابي مش كده؟ يا فندم مصلحة المواطن وأمنه وسلامته فوق كل اعتبار. انت هتعلمني بقى مصلحة المواطن وأمنه وسلامته مش كده؟ انت موقوف يا حظابط. لحد امتى يا فندم؟ لحد ما اموت. يبقى ان شاء الله الوقف مش هيطول. اخرس تيسير. عملت اللي في دماغك يا باشا؟ انا والله العظيم ما هسكت. قابل بقى. فاروق بيه ده بيقول لي قابل. طب سعادتك ما سمعتش قابل مين؟ منام اتأخرت ليه يا منام؟ أنا قاعدة مستنياك على نار بقالي 7 دقايق عمالة أبص حواليا شمال ويمين. بص عشان ما تتلخبطش، أول ما تخش من الباب هتلاقيني على الشمال وأنت داخل من ناحية اليمين ولابسة أسود وفي المنتصف في فيونكة يخترقها فص ألماظ. ما تتأخرش. أوكي إزيك؟ في ايه؟ انت جاي في حته غلط. انا منعم يا بطة. انت تايه يا حبيبي؟ منعم مين؟ بتاع النت. نت؟ ايوه. انا ماشي. استني ارجوكي. إيه؟ اسمعيني واديني فرصتي. اسمع ايه يا حبيبي؟ روح دور على مامتك جايبه لك بطاطس محمره وعايزاك تلعب في حديقه الاطفال، ايه اللي معادك هنا مع الكبار؟ ارجوكي اسمعيني وصدقيني ان انت مش هتندمي خالص. ده انا حندم وحندم، انا اخاف امشي معاك ياخدوني تحري، انت تحت السن القانوني. برضه مصره تتريقي عليا وتسخري مني وتصغريني؟ اصغرك اكتر من كده ايه؟ انت بقيت من دور ولادي. انا خايفه اصغرك تختفي. لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نحكم على الناس بشكلها؟ لحد امتى هنفضل عنصريين؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله لما واحد صغير يحب واحده كبيره، واحد طويل يحب واحده قصيره، واحد كلب يحب واحده قطه، واحده قزمه تحب واحد قزم، ايه المشكله؟ اوباما العبد الاسود بقى بيحكم امريكا يا بطه. انت عندك حق، بس انت فاجئتني، ما اديتنيش فرصه عشان استعد للحظه دي، بس انت غررت بمشاعري وخليتني اتعلق بيك لدرجه ان انا مش قادره ارفضك. ابدا انا ما ضحكتش عليكي في اي حاجه، انا كنت صادق في كل كلمه. افتحي لي قلبك عشان افتح لك قلبي. انا مش هفتح، انا حوارب، وبعدين لما اثق فيك اكتر من كده ممكن افتح الباب. بس انت صغير قوي يا منعم. طيب يا عم المزعج. مين ده؟ أبلة سلمى. ازيك يا عصفور؟ ايه هتسيبني اقف على الباب كده؟ لا العفو أبلة سلمى. اتفضلي أبلة سلمى. اتفضلي أبلة سلمى. انت عرفتي عنواني منين؟ جبته من كاريك. معلش بقى البيت ديزاينه قديم. ولا يهمك يا عصفور، انا جبت لك معايا اكل عشان يبقى عيش وملح. انا عارفه ان انت زعلان مني من ساعه اخر مره، بس والله لو تعرف انا مضغوطه ازاي في الشغل. انت عارف ان صريح بيه طردني امبارح من القناه؟ طردك ازاي بس يا ابله سلمى؟ وانا لسه شايف الحلقه امبارح وكنت انت اللي بتقدميها عادي. ما هو ما كانش لسه يعرف ان الراجل العنابي بيشتم فيه، بس اول ما قلت له رفضني. لا حول ولا قوه الا بالله، مفتري قوي صريح الفيل ده. والله مفتري، انا خلاص مستقبلي ضاع، ده انا بجري على كوم لحم اخواتي وامي المشلوله. مشلوله ازاي بس يا ابله سلمى؟ ما انا كنت لسه عندكم في البيت وكانت واقفه على رجليها زي الجاموسه. جاموسه؟ ما اصلها اتشلت اول ما عرفت ان صريح طردني. لا حول ولا قوه الا بالله، انا خلاص مستقبلي ضاع وكله بسببك وبسبب الرجل العنابي بتاعك. خلاص بقى يا ابله سلمى، ما تقطعيش قلبي معاكي. هو انت لو كان عندك قلب كنت سبتني اتمرمط المرمطه دي؟ والله العظيم يا ابله سلمى لو تعرفي غلاوتك عندي، ده انا لو طول اديك رقبتي اديها لك ابله سلمى. لا تطول رقبتي. لا مش رقبتك، انت عارف ان الرجل اللي على النابي من ساعه موضوع القنبله ده بقى اهم حاجه في مصر؟ هتقولي لفه واحده بس اخد منه كلمتين وهتبقى جميله وشلالك طول العمر. ايوه ابله سلمى، بس على السكه وعلى الدغري كده، موضوع الرجل اللي على النابي ده اصلا لفه واحده بس ترجع لي مستقبلي وترجعني الشغل واي حاجه انت عايزها انا هعملها. عصفور انت سايب الباب. تعالى يا بنت رتاش خش، دي ابله سلمى اللي بتطلع في التلفزيون. تعالي بص ايديها. تعالي جبتك البلد. معلش يا ابله سلمى، هي بنت مجنونه وبنعطف عليها كلنا. يلا معلش حصل خير.
خلاص يا عصفور، انا هروح اغير هدومي واستنى العنابي يعدي عليا. ماشي يا عبد السلمى، بس يا ريت الموضوع ده بقى يفضل في طي الكتمان. عيب يا عصفور، سرك في بير. بس والنبي بقول لك ايه، خليه ما يتاخرش عليا. وربنا يا عبد السلمى. يو معلش يا اختي، عدم المؤاخذه، اصلك صفيفه قوي ما شفتكيش.